أعزائي أهلا بيك وبعض الأسئلة الهامة على نمط امتحانات الثانوية العامة. السؤال الأول بيقول متى تكون مقاومة محصلة عدد من المقاومات أكبر ما يمكن، ومتى تكون أقل ما يمكن؟ أكبر ما يمكن لو التوصيل توالي، أقل ما يمكن لو التوصيل توازي. متى يكون فرق الجهد بين طرفي البطارية مساوي القوى الدافعة؟ طبعا لو التيار بيساوي صفر، لو التيار المسحوب بيساوي صفر، يعني في حالة عدم سحب تيار. متى يطلق على النغمات الصادرة من الوتر أنماط؟ عندما يهتز الوتر ويصدر كل نغماته في آن واحد. أيضا إجابة السؤال بيقول تبع متى، قال متى يكون فرق الجهد على عدة مقامات متصلة معا واحدا، ومتى يكون فيها تيار واحد؟ هيبقى فرق الجهد على عدة المقامات واحدا لو المقامات على التوازي، لكن هيبقى التيار واحد لو هي على ايه؟ التوالي. متى تقع نقطة التعادل بين سلكين متوازين يمر بهم تيار كهربي من الداخل، متى يكون من الخارج؟ تقع نقطة التعادل بين سلكين في الداخل اذا كان التيارين في اتجاه واحد، لكن تقع في الخارج اذا كان التيارين في اتجاهين متضادين. طب متى لا نحصل على نقطة تعادل بين سلكين متوازيين يمر بهما تيار كهربي؟ اذا كان التياران متساويان وفي اتجاهين متضادين. ايضا تبع متى، متى يمر تيار في سلك موضوح في مجال مغناطيسي وتكون القوة المسيطرة عليه قيمة عظمى؟ اذا وضع السلك عمودي على المجال امتى تبقى صفر؟ لو السلك موازي المجال. متى يمر تيار في ملف موضوع داخل مجال مغناطيسي ولا يتأثر بمين؟ ازدواج. وماشي عندما يكون مستوى الملف عمود على المجال لا يتأثر بمين؟ ازدواج. لكن لو مستوى الملف موازي المجال هيتأثر طبعا بايه؟ ازدواج. متى يمر في التيار في ملف الجلفرمتر ولا ينحرف المؤشر؟ طبعا اذا كان تيار متردد هيتذبذب يمينا ويسارا ويعاني من القصور الذاتي ويثبت المؤشر. متى تكون EMF المستحسة في ملف عكسية؟ متى تكون طردية عكسية لو زودت المجال لحظة الادخال يعني، او زودنا التيار او قفلنا الدايرة. طردي لو نقصنا المجال، فتحنا المفتاح نقصنا التيار. طب بيقول لي متى يكون فرق الجهد للجهاز المراد تشغيله عن طريق محول كهربي مساويا لفي اس؟ على فكرة جهد الجهاز هيساوي جهد الملف الثانوي عندما تكون الاسلاك مهملة المقاومة، لكن لو الاسلاك لها ايه؟ مقاومة، ساعتها يبقى في اس لا يساوي جهد الجهاز. خلي انتوا بالكم من دي. طب متى تكون كفاءة المحول اكبر طبعا ما يمكن؟ لو احنا صنعنا القلب من حديد مطاوع سيليكوني ذو مقاومة نوعية كبيرة من شرائح معزول عزل تم، لو احنا عملنا الاسلاك غليظة ومن النحاس، لو احنا صنعناها من حديد مطاوع سيليكوني عشان صغر علشان تقل الطاقة المفقودة في صورة طاقة حركية، لو لفنا الملف الثانوي حول الملف مين؟ الابتدائي لمنع تسرب خطوط الفيض. طب متى تكون EMF المستحسة في سلك يتحرك في مجال قمة عظمى عندما يكون اتجاه الحركة عمودي على المجال؟ امتى تبقى صفر ام يكون اتجاه الحركة موازيا المجال؟ طب متى تكون قفضة الكاف المستحسة في ملف الدينامو قمة عظمى؟ عندما يكون مستوى الملف الموازي المجال هيكون اتجاه السرعة عمودي على المجال، لكن لو مستوى الملف عمودي على المجال يبقى اتجاه السرعة موازي المجال، يبقى هتبقى قفضة الكاف المستحسة صفر. متى تتم لحظة تبادل الفرشتين لنصفي الاسطوانة في الموتور عندما يكون مستوى الملف عمودي على الفيض والفرشتين ملامسين المادة الايه؟ العزلة. هيبدأ بعدها بقى تتلامس الفرشتان مع مين؟ مع نصفي ايه؟ الاسطوانة عشان يمر تيار. متى تكون سرعة الموتور المكون من ملف واحد عظمى لو مستوى الملف ماله موازي المجال؟ امتى هتبقى صفر؟ مستوى الملف يكون عمود على المجال. طب متى تظل مقاومة ملف يمر بتيار ثابتة اذا كان ملفوف لفة مزدوجا؟ طب متى تكون الموجة الميكانيكية مستعرضة ومتى تكون طولية؟ مستعرضة عندما تهتز جزيئات الوسط في اتجاه عمود على اتجاه انشار الموجة، طولية عندما تهتز جزيئات الوسط في نفس اتجاه انشار الموجة. متى تكون الازاحة مساوية لسعة الاهتزازة؟ طبعا عند اقصى ازاحة. متى ينكسر الصوت ومتى يحيد؟ ينكسر الصوت عند انتقال بين وسطين مختلفين في الكثافة نتيجة اختلاف سرعتي الصوت بين الوسطين، يحيد إذا مر خلال
فتحة ضيقة اتساعها يقارب الطول الموجي لموجة الصوت. طب متى يصدر الوتر أقل النغمات ترددا؟ عندما يهتز على هيئة مين؟ قطعة واحدة، أي عندما يصدر نغماته الأساسية. متى تكون الهضبة المظلمة الأولى على حائل التداخل؟ ماشي، هتقول لو كان فرق المسير نص لمضة. إذا كان فرق المسير بين الشعاعين سوى نص لمضة. متى تكون هضب التداخل ومتى تتكون هضب الحيود؟ هضب التداخل عند تراكب شعاعين منهم مترابطين قادمين من فتحتي الشق المزدوج. لكن امتى بقى يبقى هضب الحيود؟ عندما تتشتت الموجة الأصلية إلى عديد من الموجات مين السنوية. طيب متى يكون تردد المصدر هو الذي يسود؟ عندما يتصل الوتر المهتز بمصدر تردده مساويا احد الترددات المحددة لمين؟ لهذا الوتر. ايضا متى يسقط شعاع الاحد وكي منشور ويخرج موازيا للوجه الاخر؟ طبعا لو فايتو بسوف يسيء. طيب متى يكون السائل في المانومتر ماء ومتى يكون زئبق؟ يكون ماء لو اردنا قياس فرق ضغط صغير، يكون زئبق لو عايزين نقيس فرق ضغط كبير. متى يكون الضغط على قاعدة اناء اتش رو جي؟ متى يكون بإي زائد اتش رو جي؟ هيكون اتش رو جي بس لو كان الاناء مغلق، يعني غير معرض للهواء الجوي. اما يكون بإي زائد اتش رو جي لو كان الاناء مفتوح، يعني السائل معرضا للهواء الجوي. طب قال لك متى تكون النقط في بطن سائل الضغط عندها متساوي؟ لو كنا مستوفك واحد. طب متى يكون الضغط الجو واحد ضغط جو معتاد؟ طبعا لو عند صفر سلزية، ولما يكون طول عمود الزئبق في البارومتر 76 سنتي، والكلام ده عند سطح البحر طبعا تحت الضغط الجو المعتاد. لا يظهر فراغ ترشل في البارومتر الزئبقي، طبعا منها لو كان طول الأنبوبة أقل من 76، يعني أقل من الطول اللازم لمعادلة الضغط الجوي. الحاجة التانية لو كانت الأنبوبة مائلة، بحيث كان ارتفاعها على ارتفاع قدره 76 سنتي من سطح الزئبق في مين؟ الحوض. طبعا في حاجات كتير، منها لو الضغط الواقع على سطح الزئبق في الأنبوبة أكبر من طول الأنبوبة نفسها، أو لو احنا استخدمنا سائل كثافته أقل. طب متى يكون الضغط على مكبس ثابت متساوي؟ طبعا لو احنا في مستوى أفق واحد. طب متى يكون الوزن الظاهري للجسم يساوي صفر ومتى يكون سالب؟ الوزن الظاهري هيساوي صفر لو الجسم معلق أو طافي، لكن الوزن الظاهري هيبقى سالب أثناء طفو الجسم وكانت قوة الدفع عليه أكبر من وزنه. طيب متى تتساوي قوة الدفع مع وزن الجسم؟ طبعا حالتين، إذا كان الجسم طافيا أو كان الجسم معلق. مهمة جدا الأسئلة دي. بقول لك برضو متى اللي حصل؟ متى يكون السريان مستقرا؟ متى يكون دوامي؟ هيبقى السريان مستقر لو كانت قوى الاحتكاك منعدمة، لو ما فيش دوامات، لو سرعة السريان عند أي نقطة ثابتة لا تتغير مع تغير الزمن أو المسافة. إذا كانت كثافة السائل ثابتة، يعني معدل تدفق الحجم ثابت، تمام، لكن حب سريان دوامي لو هو العكس. طب قال لي متى تكون سرعة الترسيب لكرات الدم مؤشر للحمى الروماتيزمية وامتى تبقى انيميا؟ لو زادت عن المعدل الطبيعي يبقى حمى روماتيزمية، لو اقل من المعدل الطبيعي يبقى انيميا، تمام. طب لو نصف قطر كرات الدم زاد يبقى حمى، نصف قطر كرات الدم قل يبقى مالها انيميا. طب متى يتغير معامل لزوجة السائل؟ طبعا راح يتغير معامل لزوجة السائل بتغير درجة الحرارة، لما ترتفع معامل لزوجة يقل. طيب متى يحتوي الجسم على عدد من الجزيئات يساوي عدد أفوجادرو؟ طبعا عندما تكون كتلة هذا الجسم تساوي كتلة موله، تمام، أو على فكرة أو يساوي الكتلة الجزئية مقدرة بالكيلو إجرامات. قال لي طب متى يخضع الغاز لقانون بويل؟ طبعا عند ثبوت درجة الحرارة. متى يخضع الغاز لقانون شارل؟ عند ثبوت الضغط. طب متى يخضع الغاز لقانون الضغوط؟ طبعا عند ثبوت الحجم. طب متى ينعدم حجم الغاز نظريا عند ثبوت ضغطه؟ طبعا الكلام ده عند صفر كلفن، مش كده ولا ايه؟ اللي هو عند سالب 273 كلفن. متى يكون الثابت العام 8.31 من جول لكل مول كلفن؟ طبعا لو احنا خدنا مول من اي غاز بس عند اس تي بي. طيب متى يخضع الغاز للقانون العام للغازات؟ طبعا عندما يتغير حجمه
وضغطه ودرجة حرارته مع ثبوت كتلته، يتغير حجمه وضغطه ودرجة حرارته مع ثبوت كتلته، يبقى انا كده تبع القانون العام للغازات. طب متى يشغل المول من الغاز 22.4 لتر؟ طبعا عند STP، يعني عند الضغط الجوي المعتاد. طب متى يظهر تأثير فان ديرفال؟ عند درجات الحرارة المنخفضة جدا او الضغوط الايه العالية جدا نتيجة تقارب الجزيئات وصغر المسافات البينية. طب متى يحفظ الغاز المسال في قارورتين لديور؟ عندما يكون هذا الغاز هو الهيليوم المسال، تمام، الا انه بيلزم تخزينه داخل مين؟ قارورتين لايه؟ ديور. طبعا لان انت عارف انه بيمتاز بالسهولة الفائقة، وطبعا انت عارف ان حرارة النووية منخفضة جدا، تمام. بعدين يقول لي متى يخضع التبادل الحراري للعملية الايزوثيرمية، متى يخضع للعملية الاديبتية؟ حاجات كتير احنا خدنا منها. تخضع للعملية الايزوثيرمية عندما تثبت درجة حرارة الغاز مع الوسط وتتحول الطاقة الحرارية الى شغل ايه؟ ميكانيكي بالكامل طبعا، ويحدث التغير ببطء شديد. لكن انت تبقى العملية الايزوثيرمية تحدث عند عزل الغاز عزلا حراريا عن الوسط المحيط، يعني في حاله عدم وجود تبادل حراري، ولما تبقى كيو تي اتش بتساوي صفر. متى يكون السائل فائق السيوله؟ طبعا عندما يفقد لزوجته تتلاشى قوى الاحتكاك، ينساب لاعلى دون توقف على جدران الاناء اللي حوله، يهمل تاثير الجاذبيه الارضيه عليه، اللي هي خصائص الغاز المثالي. وده ممكن يجي لك سؤال، ما هي خصائص الغاز المثالي؟ طيب متى تكون المادة فائقة التوصيل؟ إذا بردت عند درجة حرارة تقترب من صفر كلفن، درجة حرارة الانتقال. كاتبين احنا عندما تفقد مقاومتها لحركة الإلكترونات الحرة، أي تكون درجة توصيلها للتارك الرادي كبيرة جدا، والكلام ده إمتى؟ عند درجة حرارة تقترب من صفر كلفن. بعدها يقول لك متى تظهر ظاهرة ماسنر؟ طبعا هي تظهر فقط في المواد فائقة التوصيل عند وضع مغناطيس دائم فوق قرص من مادة فائقة التوصيل. طيب متى تكون سرعة الجسم المهتز صفر؟ متى تكون سرعة قيمة عظمى؟ طبعا هتبقى السرعة صفر عند أقصى إزاحة، هتبقى السرعة أقصاها طبعا لحظة مروره بموضع سكونه الأصلي. طب متى يسمع صدى الصوت ومتى لا يسمع؟ طبعا يسمع صدى الصوت إذا توفرت الحاجات الثلاثة، الصوت قوي، سطح العكس متسع غير مصل للصوت الا تقل المسافه بين سطح العاكس والمصدر عن 17 متر. طبعا لا يسمع امتى؟ ان لم يتوفر احداها طبعا لا يسمع صدى الصوت. طب قال لي متى يرتد الشعاع الصوت او الضوء على نفسه؟ طبعا لو سقط عمودي على السطح العاكس. متى يكون التداخل بناء؟ لو فرق المسير ام لامدا، تداخل هدام لو فرق المسير ام زائد نص لامدا. طب قال لي متى يصدر الوتر اقل النغمات ترددا؟ عندما يهتز كقطعه واحده، يعني يدي نغمه اساسيه. طيب متى يصدر الوتر نغمته الفوقيه الاولى؟ طبعا عندما يهتز كقطعتين او كقطعين. طب متى يكون الوتر طوله يعني اللي بتساوي 3 لامدا على كده 2؟ طبعا عندما يهتز مكونا 3 قطاعات ويصدر الوتر نغمته الفوقيه الثانيه او التوافقيه الثالثه. طب متى ينكسر الشعاع مقتربا من العمود المقام؟ لو اتنقل من وسط اقل ليه اكبر، ومتى يبتعد؟ العكس، لو انكسر من اكبر الى اقل. طيب متى ينفذ الشعاع الضوء على استقامته، ومتى ينفذ منطبقا على سطح الفاصل بين الوسطين؟ طبعا ينفذ على استقامته لو سقط عمودي. طب ينطبق سطح الفاصل لو سقط من وسط اكبر كثافة ضوئية بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة. طيب قال لي متى لا ينفذ؟ لو ينفذ منطبق لو سقط بزاوية بتساوي الزاوية اللي هي حرجة، لكن لو سقط بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة ينعكس. يبقى متى ينفذ؟ متى ينطبق؟ متى ينعكس؟ ينفذ على استقامته لو سقط عمودي. متى ينطبق؟ لو سقط بزاوية سقوط بتساوي الزاوية الحرجة. متى ينعكس كليا؟ لو سقط بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة. متى لا ينفذ شعاع الضوء عند سقوط على سطح فاصل؟ طبعا لو سقط بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة. طب متى يسقط شعاع ضوء على قطعة ضوئية ويخرج موازيا للشعاع الساقط ومزاحم عن مساره؟ طبعا اذا سقط على متوازي مستطيلات زجاجية. طيب بعدها بيقول الراجل متى يكون معامل الانكسار النسبي بين الوسطين اقل من الواحد؟ اقل من الواحد لو سرعة الضوء في الوسط الاول اكبر من سرعة الضوء في الوسط الثاني، تمام.
امتى اكبر من واحد؟ لو سرعة الضوء في الاول اكبر، او بمعنى اخر لو كان معامل كثير من خفيف الى تقيل، ده معناها، او العكس. طب متى تكون الزاوية حرجة بين نصين اقل ما يمكن؟ هتبقى اقل ما يمكن عندما يكون الفرق بين معاملي الانكسار N1 وN2 كبيرا. هتبقى اكبر ما يمكن عندما يكون الفرق بينهم صغير. اوعى تنسوا الزاوية الحرجة تتناسب تناسبا عكسيا مع الفرق بين معاملي انكسار الوسطين. طب الرجل بيقول لي متى يحدث السراب في الصحراء؟ طبعا في وقت الظهيرة، في الايام الشديدة الايه؟ حرارة، مش كده؟ او ايضا على الطرق المرصوفة بحيث يعاني الشعاع الضوء انعكاسا كليا، ودي مهمة. طب متى يعاني الشعاع الضوء الساقط على وجه منشور زجاجي 90-45-45 دوران قدره 90، وامتى دوران قدره 180؟ لو سقط عمودي على احد اضلاع القائمة يدور بزاوية 90، لو سقط عمودي على الوتر يدور بزاوية 180. متى يكون المنشور في وضعنا الصغرى؟ طبعا لو السقوط بيساوي الخروج في واحد بتساوي سيتا 2، او لو كانت الانكسار سيتا 1 بتساوي سقوط التانية في 2. طب الراجل بيقول لي متى يكون طول خيط الزئبق في انبوبة بارومترية لا يمثل الضغط الجوي؟ طبعا اذا كان البارومتر مائلا، تمام، او طوله العمود اقل من كام؟ من 75 تحت الضغط الجوي المعتاد، او لو كان داخل فراغ ترشي لي هواء. طيب بيقول لي بقى متى يكون جذر متوسط مربع السرعه بيساوي صفر؟ متى تنعدم السرعه؟ طبعا عند صفر كلفن، عشان عند صفر كلفن بتحول طاقه الحركه لطاقه سكون، يعني نص ام في سكوير 3 انصاص كي تي بتساوي صفر. طب الراجل قال لي متى يكون الشعاع الساقط على المنشور لا يعاني انكسار؟ بنقلها من شويه، لو سقط عمودي على احد اضلاع القائمه، او سقط عمودي على الزاويه على ايه؟ الوتر. امتى ينعدم حجم كميه من الغاز نظريا عند ثبوت ضغطه؟ طبعا حسب قانون شارل، تمام، او كده حسب قانون جولي. حسب بقى شارل ينعدم حجمه قرب صفر عند ايه؟ صفر كلفن، بينعدم الحجم نظريا عند ثبوت الضغط ويتحول الى سائل ثم صلب قبل ذلك. ممكن يبقى العكس عند قانون جولي، امتى ينعدم الضغط؟ نقول نفس الكلام. ايضا يقول لي متى تبدو الموجة متحركة ساكنة؟ اكيد في الموجة الموقوفة طبعا، وذلك في حالة الموجة الموقوفة حيث ترتد الموجة الساقطة وتنعكس وتتداخل الموجة الساقطة مع الموجة المنعكسة فتبدو ساكنة وتتكون من عقد وايه؟ بطون. متى تنعدم مقاومة بعض الفلزات للتيار الكهربي؟ طبعا اذا بردت الى درجة حرارة تقترب من صفر كلفن تعرف بدرجة حرارة مين؟ الانتقال. طبعا تصبح هذه المادة فائقة مين؟ التوصيل، زي الزئبق عند 4.2 كلفن على فكرة بيبقى فائق التوصيل. طب متى تكون سرعة الجسم المهتز بتساوي صفر؟ قلنا لحظة مروره بموضع سكونه الأصلي. طب متى يكون التغير في الطاقة الداخلية للغاز موجب؟ طبعا في العملية الأديبتية عندما يبذل على الغاز شغل هيبقى شغله سالب والطاقة الداخلية موجب، مش كده؟ طيب متى يكون التغير في الطاقة الداخلية للغاز سالب؟ عندما يبذل الغاز شغلا فيكون شغله موجب والطاقة الداخلية مالها بقى؟ سالبة. لكن طبعا في العملية الايزوثيرمية. وبكده أعزائي نكون وصلنا لنهاية الجزء ده من مراجعة الفيزياء 2013.